نحن اليوم طلعنا مظاهرة ضد الروس لما جهلهم كلمة أنه مقبرتهم عندنا بإذن الله، ومهما أتوا من جنود سوف ندوسهم تحت أقدامنا. وما جرى في ريف حماة في اليومين الماضيات هو مجرد بداية وأول الغيث قطرة. والله ما نسأل إلا على روسيا ولا على إيران ولا على حسب الشيطان. من أتى إلى سوريا سنهدس على رؤوسهم إن شاء الله. خرجت اليوم أبناء مدينة إدلب جميعها صغارها وكبارها لتعلن أنه لا وألف لا للتدخل الروسي الذي يقتل الأبرياء ويسفك الدماء ويهدم البيوت على رؤوس أصحابها. يا بوتين اسمع، أنت لا تناصر الحق، أنت تمشي مع الباطل. اليوم ارجع أنت وجنودك، فنحن هنا ثابتون على أرض الشام إن شاء الله. تحية إكبار وإجلال الله. بإذن الله خليه يبعت روسيا وخليه يبعت إيران وخليه يبعت الصين، كلهم ما بيهمونا بإذن الله، ما زال الله معنا، ما حد علينا. كما دبابات هدمت بمورك وسهل الغاب، هلا إدلب الله فتح علينا، والله الله سبحانه وتعالى يفتح علينا حماة. هذه المظاهرة من أجل تدخل الروسي ومن أجل تدخل الإيراني وتأييد جيش الفتح. حشود كبيرة خرجت اليوم في مظاهرة حشدة في مدينة إدلب تنديدا بالعدوان الروسي على سوريا وتأييدا لجيش الفتح كما قال المتظاهرون هنا. لأورينت نيوز، مسلم السيد عيسى، مدينة إدلب.